السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة الغية، معاكم أخوكم عماد حمدي. امبارح كان في مطرة وزي ما انتم شايفين المشمع كان مليان مية. طبعا على فكرة دي مش كل المية، أنا نشفتها، كانت مية كتير واقفة فوق اللوفت. المهم بصوا على السطح اللي هناك دوت، فيه ايه؟ فوق بقعتين مية. طبعا فوق السطح عندي هلاقي زي كده ويمكن أكتر. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان انا كنت عايز اطير الحمام، وممكن اي حد في مكاني يقول اطير الحمام بعد المطره، هقول له استنى برك الميه ديت. طبعا الكلام دوت للناس اللي عندها سطح او حمامها بيقف فوق السطح، برك الميه ديت ممكن يكون شرب منها فار او اي حيوان تاني. وطبعا الفئران بتنقل الامراض خصوصا السالمونيلا، او ممكن يكون شرب منها اي طير بري زي اليمام والحمام البري. والحمام ده احيانا بيكون تعبان، يعني انا مره مسكت حمامه منهم كانت مليانه دبان واضطريت ان انا احذفها اطيرها مشيها. فكل ده خطر، ده غير طبعا ان بركه المايه دي ممكن تكون جت على فضلات قطط او فضلات فيران، وبرده الحمام هيشرب منها يتعب. فالمفروض ان لما يكون يوم مطره زي كده ما تطلعش الحمام غير لما الشمس تضرب المكان الاول، يعني الشمس تطلع فوق السطح وتنشف الميه اللي واقفه دي البيته وتطهر المكان، لان الشمس بتطهر بتقتل الميكروبات كلها. بعد كده تبدا انت تطلع في حمامك يتشمس براحته، ده غير ان الجو ممكن يقلب في اي وقت فحمامك ممكن يضيع. فعلشان كده لو سبت حمامك في مكانه افضل من ان انت تطلعه ويشرب من الميه ديت ويتعب، لان زي ما قلنا فضلات الفيران بتجيب سالمونيلا على طول، فهتيجي في الميه فوقيها. طبعا السطوح اي سطوح بيبقى فيه فران وبيبقى فيه قطط وبيبقى فيه الحاجات دي كلها، فلازم تحافظ على حمامك وما تطلعهوش في الوقت دوت، لازم الشمس تضرب المكان الاول وتنشف الدنيا كلها وبعد كده تبقى تطلعه. زي ما انتم شايفين لو الحمام واقف في مكانه بردان احسن ما يطلع بره ويتعب. طبعا انا هسيبه هستنى الشمس، لو طلعت الاول هبقى اطلعه، الشمس ما طلعتش النهارده هسيبه برضه، لازم المايه دي تنشف، المايه دي خطر. طبعا حبيت انوه النهارده علشان ما حدش يطلع حمامه وممكن الجو يقلب ويقوم الحمام يضيع برضه. تحياتي لكم جميعا، اخوكم عماد حمدي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.